باسم الاب والابن والروح القدس، الاله واحد امين. كلام موزون، كلام موزون. كيف اتعامل مع الخاطئ الذي تاب؟ يعني لو قدام مني حد غلط 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 وبعد كده تاب، اتعامل معه ازاي؟ يقول يشوع ابن سيراخ في صح 8 عدد 6: لا تعير المرتد عن خطيئته. تقعدش تعايره، تقول له فاكر لما كنت، فاكر لما عملت، مش قادر انسالك الموقف الفلاني. اذكر اننا باجمعنا نستوجب المؤاخذه. المشكله مش في اللي غلط، مشكله فينا احنا كلنا. وعلى فكره اللي بيؤاخذ المرتد عن خطيئته، يعني التائب، هو نفسه بيسقط في اعظم خطيه، هي خطيه الادانه. يقول الانبا موسى الاسود: التائب توبه قويه. يقول ايه؟ يقول: لا تكن قاسي القلب على أخيك، فإننا جميعنا قد تغلبنا الأفكار. يعني كل واحد فينا لو جات له فكرة يسقط فيها، كلنا بلا استثناء، فكرة واحدة أو فكرة تخطر على بالنا كلنا بندروخ، كلنا بنتعب، كلنا بنقاوم، كلنا بنعافر، إحنا أضعف من الفكرة. فبلاش حد يعامل تائب على إنه ما زال خاطي، ولأنه كمان المسيح غفر له خطيئته، الله نسي ورفع عنه خطيئته، المسيح حمل خطايانا كلنا. فما جيش أنا مريض أعاير مريض آخر قد يكون حاله أفضل من حالي، والدكتور هو اللي يقول مش أنا اللي أقول. كلام موزون. لو جالك حد تايب تتعامل معه إزاي؟